لما درسنا الإعلام عرفنا إن للإعلام رسالة، وعشان تبقى إعلامي لازم تكون عندك معايير معينة. سيبك من المعايير الخاصة باللباقة والتحدث والتواصل واللغة العربية الفصحى والإقناع والتأثير في الجمهور. الإعلامي في المقام الأول هو نموذج. فما رأيكم إن كانت الراقصة إعلامية؟ فما رأيكم إن كان جوز الست إعلاميا؟ فما رأيكم إن كان المنافق بتاع الديسكو والكازينوهات والخرابات إعلاميا؟ فما رأيكم إن كان كاذبا وهو إعلاميا؟ فما رأيكم إن كان شاربا للخمر والويسكي والفودكا إعلاميا؟ فما رأيكم إن كان يتناول المواد المخدرة من الحشيش والبانجو وإلى غيره إعلاميا؟ فما رأيكم بمن يمتلك تاريخا ناصع السواد إعلاميا؟ نحن في آخر الزمان، ولكن هيجي على نادي الزمالك هو والفلاح احترام للفلاحين، بس هو فلاح، انا بقول من طنطا، انا راجل فلاح، الفلاح الجاهل محو الأمية الغبي، الآخر ناكر الجميل اللي عنده أكاديمية وبإذن الله جمهور الزمالك هيقفلها له لأنه غبي وجاهل وفلاح ومتخلف وما بيعرفش يتكلم. كل اللي انا اتكلمت فيه ده مقدمة طويلة ونارية. اهلا بكم في فيديو جديد وتواصل جديد ورد قوي جدا على الاعلامي المدعو ابراهيم سعيد الاعلامي والكابتن العالمي اللي بيقول لك انا احسن من ميدو اسمه رضا العزب. استاذ امير ابراهيم سعيد، يمكن احنا يعني ادينا له مرة والتانية والتالتة، بس واضح ان هو ايه واخدها استرزاء واكل عيشه، بدل ما يفتح برنامجه وقناته ويسترزق برضو على قفا جمهور النادي الاهلي. بس قالك انا هغلط في جمهور النادي الاهلي ده والله العظيم، يعني يخرجوني من البيت من غير لا مؤاخذه، بس فانا افتح بقى واشتغل على جمهور الزمالك، ومنها ان انا بكسب جمهور الاهلي، ومنها ان انا بشتغل، يعني واحد عنده اكاديميه زي رضا العزب نجم الزمالك السابق اللي الكابتن حسن الشحاته كلمه قال له لا انا عايزك في الزمالك يا رضا، لازم تيجي الزمالك يا رضا، حتى الوزير عشان الزمالك اتعاقد مع صفقه القرن رضا العزب كلم رضا قال له يا رضا بيه ممكن تيجي الزمالك؟ قال له عشان خاطرك بس يا معالي الوزير. مسخره بتحصل في قناه النهار يا استاذ علاء كحكي، اتفضل يا استاذ امين. يعني انا شايف يا علي الموضوع بقى سخيف جدا. يعني انا عايز ابراهيم سعيد ممكن هو عارف اللي هو لو هاجم النادي الاهلي طلع اتكلم عليه بشكل مش كويس، صحيح هيفقد مصدر رزقه اللي هو في احدى القنوات بدون لا داعي لذكر اسمها. فهو حابب اللي هو حب الموضوع لان هو عارف ان الموضوع بقى خلاص بياكل مع الناس، وخاصه مع الجمهور المنافس لنادي الزمالك، وبقى ماده اللي هو بيشايف كده اللي هو بقى بالنسبه له اللي بيعمله ده ماده للسخريه على نادي الزمالك. ولكن هو نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر طبعا، مش هيتهز باي كلام انت بتقوله. انا مش شايف اكتر انت بتطلع تتكلم مع نفسك وبتخلي جمهور الزمالك يتريق بكلامك ده، يخلي جمهور الزمالك يتريق عليك بشكل مستمر. الكلامك ده هو اللي بيخلي جمهور الزمالك يتريق وبيسلي جمهور الزمالك وبيخلي جمهور الزمالك دايما يطلع وبيخلي اللعيبه تلاقي حاجه حافز تكسب، يعني بنشكرك. لا متشكرين على رضا، يعني انك انت بتطلع دايما تتكلم عن الزمالك، لان انت يعني من غير ما نجيب اي مخططين او اي سكاوتنج او اي حاجه انت بتعمل حافز، بتوفر للزمالك ميزانيه كبيره في الكلام ده. احنا بنشكرك، لكن انت كابتن بلاش كابتن دي، انت يا ابراهيم يا سعيد يعني انت بتطلع تتكلم كل شويه على نادي الزمالك، ولكن انت ما عندكش اي مؤهلات انك تبقى اعلامي، وما عندكش اي ماده اصلا تطلع تتكلم فيها، اكيد عمرك ما انفردت بخبر وعمرك ما عملت اي حاجه، انت طالع اللي هو زي حلهم بينهم البرامج اللي هي الكوميدي اللي بتيجي في رمضان دي. البرامج اللي بتيجي في رمضان حتى مش كوميدي ابراهيم والله خالص، ده واحد بتوكا بيحاول حتى توكته مش كوميديه، بيحاول هو فشل كلاعب فهو، لكن هو بيحاول يبقى برنامج كوميدي. اسمع على ولا الواد اللي اسمه ابراهيم سعيد ده، انت هلا عايز اقول لك بس حاجه، انت شيكابالا كان بيلعب ينزل 10 دقايق ينزل تلت ساعه، يقول لك لا ما يلعبش ازاي كبر والسن والاداء، ويا جماعه بتكلم كوره والله بتكلم كوره، هتختلفوا معايا عشان بتكلم كوره، ويقعد يهز لك في توكتو دي، واخد بالك؟
دلوقتي شيكابالا لا لعب ماتش السوبر الافريقي ولا شارك ولا عمل اي حاجه. الراجل كابتن فرقه بينزل يدعم الفرقه بيلم الفرقه ومش عارف ايه. الراجل كسبان بطوله سوبر افريقي بالنادي الاهلي في نهايه القرن الحقيقي فيطلع برضه عايز يتكلم على شيكابالا. تحس ان شيكابالا ده عامل له حاجه وهو صغير تقريبا. انا متاكد ان شيكابالا ده عمل في ابراهيم سعيد حاجه تقريبا وهو ابراهيم سعيد كان موجود في الزمالك. ايه هي الله اعلم. بس انا والله اوعدكم هسال شيكابالا. شيكابالا ارجوك لو شفت الفيديو ده لو انت عملت حاجه في ابراهيم سعيد لما جه نادي الزمالك ارجوك قول لنا عشان بس ابقى فاهم والتمس له العذر. شيكابالا لا لعب ولا شارك ولا عمل حاجه. طلع انتقد شيكابالا. ليه بقى انتقد شيكابالا؟ قال لك عشان جايب مجلس الاداره جايب الجهاز الفني وبيحتفلوا بالسوبر. ما خلاص الحوارات خلصت يعني. الراجل يلعب انتقده كبير ويقعد يتريق لك الكبير ومحمود عبد الرازق وكبير في السن والنادي الزمالك للكبار ما يلعبش ينتقده عشان بيحتفل ويقول لك اصل هو ده احسن لبيب بس ما دعاش. بص هيقعد يكمل ويشتغل على شيكابالا لانه بيقبض وشغال و... يا استاذ علاء يا كحكي عيب عليك عيب عليك. بيقبض وشغال وبياخد مرتبه على قفا مين؟ على قفا شيكابالا. الواد الثاني انت يلا يا اسمك رضا عزب يلا انت يلا انت يا فلاح يا جاهل يلا مع احترام الفلاحين يا محو الاميه يا امي. جاب برضو رضا عبد العال فتح برضو مشروعين عنده الاكاديميه رضا عبد العال اسمه رضا ايه؟ انا اسف انا اسف مع احترام الكابتن رضا عبد العال ما هو معلش انا لما اقول كلمه رضا يبقى رضا عبد العال هو ده رضا, رضا هيكل ده رضا المعروف رضا يا رضا الدلع يا رضا تمام. لك انا بتكلم عن الواد اللي اسمه رضا العزيز. الماتش كام دقيقه او كام ثانيه؟ لا هو لعب بالظبط خمس ثواني لعب دقيقتين و30 ثانيه وبالفعل اول ما نزل دقيقتين و30 ثانيه الحكم صفر على طول بنهايه الماتش لان لا الجمهور رفض وجود ولا اللعيبه ولا المدربين ولا حتى الخصوم هيستحملوا ريحه المؤاخذه من رضا العزب. فرضا العزب طالع جايبين له ماده كوميديه كده للسخريه يطلع يتكلم شيكابالا يا كده كده شيكابالا وزيزو وكولر وجوميز ويتكلم كده طريقه كده يعني تحس ان هو جاي من مستنقع مجاري مش طالع مش رايح يحلل. فالراجل من الاخر طلع برده كمان ياكل عيش على قفا الزمالك وطالع برده ان هو ياكل عيش على قفا لعيبه الزمالك وعلى شيكابالا وعلى زيزو اللي هم الترندات في نادي الزمالك برده. ده ليه؟ علشان هو فاتح مشروعين. فاتح اولا اكاديميه رضا العزب الواد ده اللي ما لعبش ب 2 جنيه كوره الواد ده بيعلم نشأ صغير. وهنا رساله لشعب طنطا وشعب الغربيه والناس اللي في الغربيه كلهم هتودي ابنك اكاديميه عند رضا العزب يبقى انت بتدفنه بالحياه. من الاخر ده مش هيعلمه كوره ده ممكن يعلمه زرط يعلمه فرط يعلمه اي حاجه ملهاش علاقه باي حاجه متعلقه بكره القدم. زائد انه فاتح يعني مشروع تاني برضه طالع ان هو مع ابراهيم عشان يخدم على المشروع ده ويعمل له ماركتنج. فاتح محل فراخ شغال فرارجي هناك واخد بالك انت فبيبيع فراخ. فعشان يبيع الفراخ والسوق نايم مش عارف الفراخ غاليه واليومين دول والكلام ده كله فيطلع يقول لك انا لما هاجم الزمالك هبيع فراخ وهبيع بيض فراخ والكلام ده كله. فان شاء الله باذن الله ده اخره ان هو يتحدف بالبيض. اللي عامل اكاديميه علي اللي عامل اكاديميه المفروض بيدي خبراته للعيبه اللي هي طالعه. ده ما عندوش خبرات طالع لعيبه صغيره الواد ده ما عندوش خبرات عشان يفيدهم يعملوا جوه الملعب. ده الواد ده ما عندوش انت اصلا ساعه ما رحت نادي الزمالك ما بتلعبش هتبقى هتدي خبره. ايه الخبرات اللي هتديها للنشأة او للطفل اللي جاي يتعلم كوره يعني انت المفروض بتدي للنشأة خبرتك في الملاعب بيتحركوا ازاي مش عارف ايه. انت اصلا المدرب في نادي الزمالك ما كانش بيلعبك اكيد انت كنت في التدريبات غلط في تحركاتك جوه الملعب غلط فانت بتدي ازاي الخبرات هتدي خبرات ايه هتديهم ايه طيب؟ هيديهم جهل هيديهم عبط هيديهم يعني. هبل كروي وده الفرق ما بينه علي وما بين صلاح سليمان يعني انت شفت صلاح سليمان ازاي بيدافع طبعا حتى لما طلع معاه قدر يعني نقول كان خط دفاع لنادي الزمالك كان بيدافع عن نادي الزمالك طبعا. لكن رضا العزب عارف اللي هو تاريخه القاري ما يشفعلوش اللي هو يبقى محلل او يكون يعني من اللعيبه اللي مطلوبه في الاستوديوهات والضيوف اللي دايما بيبقوا متواجدين في الاستوديوهات وبالتالي هو شايف اللي اكل عيشه في الترندات وشاف انسب واحد هيكون هيوظفه في الاطار ده هو ابراهيم سعيد فبالتالي هو رضا العزم معذور برضو لان هو تاريخه الكروي مش هيطلع يتكلم في كوره ان هو ما عندوش ما يؤهله اللي هو يطلع يتكلم في الكوره صحيح هو هيطلع يتكلم في الترندات والسخريه من اللاعب ده وهو تاريخ اللاعب ده اصلا يعني مش هقول بتاريخك انت ما عندكش اصلا تاريخ نتكلم فيه يعني شيكابالا 17 بطوله مع نادي الزمالك
انت ايه تاريخك بقى؟ هو المفروض انت بتتكلم على حسين لبيب. طب حسين لبيب رئيس اكبر قلعه رياضيه في مصر، انت ايه تاريخك عشان تتكلم؟ تاريخه انه قال الكابتن ابراهيم سعيد انا والله وانا صغير كنت بعمل شعري احمر عشان بقلد حضرتك لاني بحب حضرتك. فهو ما كملش الجمله، هو تقريبا الشعر كان احمر وبرضو كان في حاجه برضو تقريبا كان لونها احمر ويعني حاجات كده برضو حمراء، فهو عشان كان يقلد الكابتن ابراهيم سعيد من كتر ما بيحبه فكان بيعمل حاجتين في شكله. طبعا قصدي على الحذاء، الشعر احمر والحذاء لون احمر عشان يقلد الكابتن ابراهيم سعيد. بعد حوالي 30 سنه بنشوف لاول مره بعد وفاة معظم أبطال هذا الفيلم، فيلم الراقصة والطبال، بنشوف حصري فيلم الراقصة والطبال على شاشة قناة النهار. هتيجي على الزمالك، هتيجي على جمهور الزمالك، هتيجي على نجوم الزمالك، استحمل. طالما فيش قناة وإعلام زملكاوي قوي، وجب علينا أن احنا نطلع وندافع عن نادي الزمالك. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر. واللي مش عاجبه وانت مالك. سلام.